أكد عبد المنعم شطة المدير الفني للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أن نادي الأهلي تقدم بشكوى ضد الحكم الذي أدار مباراته أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا. كان الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري قد انتقد وبشدة قرارات الحكم السنغالي بعد تعادل الفريق بدون أهداف أمام الترجي بالجولة الأولى لمجموعات أبطال أفريقيا. وأشار شطة إلى أن هناك نظاما محددا داخل الكاف يتم العمل من خلاله في مسألة التحكيم، موضحا أن الأهلي لم يتقدم بأي شكوى ضد الحكم السنغالي في مباراة الترجي الموسم الماضي، بالتالي كان تعيينه أمرا عاديا.